هقبل شغلك ياهو هلا على الصفحة على اليوتيوب. هو هيكون ليك ما حدا بيعرفني. ها ايه ابدا ما بتنزل حالك. انا بنزل انا. ماماتي ابوس قلبك. قولي الكبار والصغار الله يحميهم يا رب. امين. خلص ماما عايشة في كندا. بس هلا ايش طعمتني شغله يا هاي مال هاي كبه مو كبه كبه ايوه وهات مش الطويل هالدرويش شو هيك عملتي يعني يسمعونا ايه كل الكلام اللي نسيتك تعي ترى الكبه ليش بدك؟ بدي اشرب مي. ها شلون معي؟ قولي 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 هاي مدام دلال خالد دلال مباشر مباشر من عيني على المحشي من تحت دلالتي. اوه في شغلة ده انا قلب انا وياك. طيب ايش رايك تقلبي باول واحد بعدها تحطيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اوكي خنقت هاي خبرة خنقت خبرة 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 يلا. يا سلام يا سلام. ها ايش هالمحشي هذا؟ مريت ايه؟ مريت المحشي لانه بتنشف. لا بلا ما هذا كيف هذا طبخي شوفوا شقد كويس شقد منظوم. وين دليل؟ منظوم نظم منظوم نظم يا نظمية يا نظمية. بس هلا هي بتجي بتطش له ال ايه هلا هلا تسمعوا الطشة مع ال مع مع ال ها حاضرين ها مكسرة حضروا عندكم عزيمة مشان ما تنعطوا هيك بتعملوا طول الطشة شايفين؟ طشه فظيعه. هي اهم شيء هي اهم شيء الموضوع كله. نحط لهم هذا الحلبي هيك هي اللمسه الحلبيه الفظيعه. نظافه سر ال جوزي قال لي الله يطعمني مش قد نكهه طيبه أطيب من التمر. أي نوع تمر ممكن تحوليه لأطيب تمر بتحضيرك وترتيبك وذوقك
وتضيفيه بالمناسبات والأعياد وحتى لكل يوم. التمر مفيد لا غنى عنه، ودايما بنعتني بتقديم التمر. ممكن تحشيه على كيفك إذا حبيتي، تعرفي شلون حشيته شوكولا وحشيته مكسرات وزينته، ممكن تشوفي الفيديو على قناتي.